اللي بتشرب سيجاره دي حاجه فيري إليت وشيك ويلبسوا السيجاره بتاعه طويله سودا كده وهي تشرب السيجاره من بعيد كده، وحاجه يعني تتفرج ايه ده، ايه الست القمر دي الشياكه دي اللي ماسكه السيجاره. بعديها بكام سنه بقوا ايه يجيبوها قاعده وتقول لك ما هو من غلبي هعمل ايه، ما جوزي مطلع عيني وما اعرفش ايه وتشرب السيجاره وكده، حاجه صعبه. وبعدين بقى ايه بقول شويه بقى السن اصغر شويه بقت جدعانه، يعني البنت اللي بتشرب سيجاره دي زي الولد وبتاع. المهم يعني انه ايا كانت الصوره اللي يعني بيجيبوا بيها البنت او الست عشان تشرب السيجاره، الا انه انها خلت انه اكتر من 1.5 مليون امراه مدخنه في مصر. انا معايا زازي حافظ، زازي مخرجه مسرح اطفال وبتشتغل في اكتر من شغلانه، وواحده محققه نفسها يعني بشكل كبير، شغل في اكتر من مجال وبدات تدخن وهي عندها 17 سنه. 17 سنه كانت البدايه، و17 سنه فضلتي تدخني يا زازي؟ أيوة. متواصل. ايوه وكنت بدخن كتير. كنت بتدخن؟ بدخن وصلت لعلبتين في اليوم. علبتين في اليوم؟ وايه اللي حصل؟ زادي بطلت والحمد لله، يعني ودي حاجه الحقيقه احنا بنحييها عليها، انما عشان اقول ان واحده بتشرب سجاير يعني علبتين في اليوم قدرت تبطل، ده الشيء الغريب والصعب. الاول اول سيجاره وصلت لك ازاي؟ اول سيجاره واحده صاحبتي بس اكبر مننا شويه، هي كانت في الجامعه واحنا في المدرسه وكانت بتشرب سيجاره وبعدين عزمت عليا. فدوقتها يعني؟ لا ما عجبتنيش، بس يعني اللي انا اكتشفته بعد ال 17 سنه ان هو ما بيبقاش قرار اني انا مش بشرب سجاير عشان انا عايزه اشرب سجاير، هو ادمان. فهو مش بمزاج حد. يعني انا قررت اجرب السيجاره الاولى، ما قررتش اشرب 17 سنه. هي ادمان لكن هو مش معلن ان هو ماده للادمان، فما حدش بيبقى عارف، فاكرينها عاده سيئه، هي مش عاده، هي ادمان. كنت بتشربي عادي يعني ولا في الاول قعدنا لا طبعا قعدنا كتير قوي نشرب خباثه من ورا اي حد في الدنيا. بعدين بقى لما اتجوزت بقى بقيت اشرب. بقيتي بتشربي عادي وكده. ايه خدتي قرار انك تبطلي ولا ده كمان قرار؟ امال ايه بقى؟ يعني ربنا اراد. احكي لي عملتي ايه؟ بصي انا يعني قبل ما ابطل بسنه كنت بدات دراسه كده اسمها هوميوباثي، هي لسه مش متعرف عليها قوي في مصر، هي نوع من انواع الطب البديل. في دكتور لامرت هولدايك، هو يعني الماني وكان رئيس قسم الانجليش ديبارتمنت في الجامعه الامريكيه وبيدرس هذه الدراسه هوميوباثي. فالهوميوباثي دي فتحت عيني على حاجات كتيره قوي، واكتشفت بقى فهمت حاجات كتيره قوي لما درستها. فهمت انها ادمان. فهمت ان الانسان علشان يخف من الادمان ما ينفعش نتعامل مع الادمان ده من مستوى واحد من الوجود. فهمت ان احنا مستوى الانسان مستوى مادي وشعوري وعقلي وطاقه وروحاني، وان السيجاره بتقدر تتخلل الخمس مستويات دول في الادمان، ولازم عشان الانسان يتخلص من هذا الادمان يشفى على الخمس مستويات دول. وبس ابتديت اتعامل معاه. انا يعني مفيش انسان باختياره ولو انه ناس كتير عاقلين جدا ومثقفين وواعيين وكل حاجه ومختارين ويقول لك انا بحبها انا مش متضايق، هو ده ادمان على المستوى الشعوري. يعني كل كلمه هتلاقي مستوى من الوجود هو ده المدمن. يعني انت بتقولي مفيش حد عاقل وعنده كل هذا العقل هيرضى انه يضحي بصحته وبفلوسه يعني بحاجات كتير. ايوه هو حضرتك ما بتقرريش انك تشربي سجاير وتضيعي فلوسك وصحتك وتحرقي رئتك وتدمري كل خلايا الجسم وتضحي بوقتك. يعني ده مش طيب. قرار انسان طبيعي لازم تكوني غصب عنك. ايوه عنك. هل احنا طول ما احنا ماشيين علبه السجاير نفسها بيحطوا لنا عليها مش بارادتك انت يعني مغيبه، يعني حد سالب منك الاراده، انت جسمك مدمن هذه الماده وعقلك وكل حاجه. انت امتى خدتي القرار لما فهمت انها ادمان؟ انا ما خدتش قرار، انا دعيت ربنا انه ابطل هذا الادمان وربنا يعني يتوب عليا من الادمان ده، والحمد لله ربنا استجاب ونور لي بقى الطريق ازاي الواحد بيطلع من الادمان ده.
فعرفت انه على اقول لك الطريقه. تعبتي؟ هل ما انا طبعا دي هعرفها، ما احنا ده انت اساس. هل تعبتي؟ تعبتي طيب وعشان كده دعيتي يا رب خلصني بقى؟ لا خالص بالعكس، كنتش تعبانه ساعتها؟ لا ده انا بس اقول لك كنت ايه، كنت في عمره ودعينا كل حاجه، دعيت كل حاجه نفسي فيها، وبعدين كسفت ان انا ما بدعيش ان انا عايزه ابطل سجاير. قلت له طب يا رب يا حبيبتي يعني ربنا خليني احب ابطل سجاير واقدر عشان يعني اعمل. ربنا استجاب. مع انه الموضوع ما كانش بالنسبه لك ازمه؟ لا خالص، انا مش عايزه اعيش اصلا من غير سيجاره. انا كنت مش بقى بحبها، مش عايزه حاجه غير السيجاره. زي ناس كتير بتعمل كده دلوقتي، ده مستوى في الادمان سيء. ناس كتير جدا، وبعدين صحته كويسه وما بيشتكيش خالص، مفيش اي مشكله. على فكره ما بشربش كتير، ولو عايزه بطل بشرب كتير وبحبها ومش متضايقه. اول خطوه عشان تبطلي عملتي ايه؟ اول خطوه كان لازم اتخلص من الادمان على المستوى الفيزيكال المادي الجسم. فعملت حاجه اسمها ديتوكس. الديتوكس ده بنصوم على ميه 5 ايام او عصائر. لا الناس بتاكل فاكهه انا اللي لا اسمه ووتر فاست، ديتوكس ووتر فاست. 5 ايام ميه يا مؤمنه بس؟ 6 ايام كمان. وعرفتي؟ انا عملت اخف شويه اللي هو العصائر. يعني نضرب مثلا طماطم وخيار في الخلاط ده الغداء، كرفس وموز وسبانخ ده العشاء. كرفس وموز وسبانخ. وايه تاني؟ كلها بقى عصائر بتعوض الجسم الحاجات. هي الفكره من الديتوكس ان انت بتوقفي سيستم الهضم، فالجهاز المناعه بيشتغل بكامل طاقته وبيجيب بقى المستوى الرابع في الاداء. قعدتي 6 ايام تشربي العصاير؟ فبيهيل الجسم، بيهيل الجسم، بيتغسل بالميه، بيشفى، فالنيكوتين بيخلص من الجسم، فكاننا ما شربناش سجاير قبل كده. طب سؤال، قدرتي ازاي ما تاخديش النفس اللي انت متعوده؟ ما بتعوزيهاش لما انت على الميه، ما تقدريش تشربي سجاره وانت مش واكله كتير. ات وان بوينت خلاص انت مخك شفتد على الاكل، انت عايزه تاكلي مش عايزه تدخني. انت يعني يو تريك الانكونشس. انت شغلتي بالك بان انا دلوقتي بشرب، انا عايزه اكل. هو ده بيحصل اوتوماتيكلي. انت بتبقي مركزه اصلا، انت بتشربي سيجاره عامه بعد الاكل. تمام. لما توقفي الاكل ما بيجيش اوردر السيجاره. بس هي بتحبس ازاي يعني؟ ما هو الجسم كله مدمن، كل الاورجنز مدمنه نيكوتين و38 ماده ثانيه، فالهضم مش هيحصل من غير السيجاره. طيب اول 6 ايام شربتي عصاير وطماطم وسبانخ وبطاطس؟ قاعدين طبعا بقى في حته زي ريزورت، يعني ما بنعملش حاجه من كلمه، ما بتعاملش مع بني ادمين بقى. ما رشتيش وتعبتي عياط بقى كتير قوي طبعا، بس انت يور ديتوكسين كل المشاكل بقى، كل حاجه بتطلع بقى، انت بتغسلي جسمك بقى. ديتوكس ده التخلص من السموم. ديتوكس يعني السموم برضو على كل المستويات، الدهون كل حاجه والمشاكل والمضايقه وكل حاجه. حلوه قوي. بعد كده 6 ايام قدرتي تعمليها؟ هي مش صعبه قوي على فكره، يعني انا جوزي مثلا بيروح يعمل الديتوكس ده بيقعد 21 يوم صايم ميه بس. بيروح في اماكن يعني معينه؟ في حتت في الجونه، في الجونه سنتر حلو قوي. الناس بتروح بتصوم على ميه، اللي عنده اي مشكله بيخف يعني، حتى بيعالج الضغط والسكر والحاجات دي كلها، لان يعني الجسم بيرجع يظبط. طيب بعد 6 ايام حسيتي ان انت عايزه ترجعي تشربي السيجاره تاني؟ لا طبعا خالص خالص. لا لغايه النهارده ما حسيتش. 6 ايام بعد 17 سنه يا زوزي؟ 6 ايام ولا اقدر اشم ريحتها؟ اقدر يعني بس ببقى متضايقه. لا معقوله؟ ولا قادره؟ لا خلاص. وبعدين خلاص ده المستوى الفيزيكال. سهل قوي، ده اصعب مستوى. ده اللي الناس عامه بتعافر فيه، لانه فيزيكلي بيبقى مؤلم ان الواحد يقعد من غير سيجاره كتير، بيتوتر على المستوى الفيزيكال. طيب بقى 17 سنه بتدخني، بقالك قد ايه مبطله؟ 3 سنين. والثلاث سنين قولي لي الفرق بين زازي وهي 17 سنه بتدخن وفي الثلاث سنين؟ لا فتوح بقى، بقول لك عملت كل حاجه كان نفسي اعملها قبل زي السجاير. ايه؟ احكي لي. بصي يعني برضو خلينا دلوقتي في المستوى الفيزيكال، يعني شكلي اتغير، وشي كان بجد يعني لوني كان مختلف، كنت زرقاء يعني من كتر السجاير، لان الاكسجين ما كانش واصل، او كنت بيل قوي يعني. صحيح. لا ما شاء الله دلوقتي يعني كل حاجه منور يعني ما شاء الله. لا ما كان يعني كل حاجه، ما عارفه تحسي كده فريش. فرقت في صحتك، في طلوعك، في نزولك؟ فرقت. مع ان انت جسمك يعني مش بس ما كنتش اوريدي اتاثرت قوي يعني 17 سنه، بس الحقيقه ما كنتش بكح، ما كنتش بس هو الاختلاف كده عارفه. حسيتي ان انت يعني لا شم ريحه انضف، نفس انضف، بس بيحصل أنضف. مشكله بعد لما تقدريش تجربي بس على الفيزيكال، لازم تخشي على بقيه المستويات من التعالج. ايه المستويات التانيه؟ المستوى الشعوري والمستوى العقلي
والمستوى الطاقة بتاعتك ومستوى الروحاني. عملتي فيه ايه دول؟ دول برضو عن طريق الدراسة اللي درستها مع دكتور لاميرت عرفنا ليه الواحد بيعوز يشرب سيجارة على المستوى الشعوري. ايه المشاعر اللي بتتملكك فتخليكي تلجئي لسيجارة عشان تتخلصي من الشعور ده. فهو شرح لنا ان في 9 شخصيات في موديل كده اسمه الانيوجرام. الانيوجرام ده 9 شخصيات، كل شخصية مننا، احنا كلنا احنا 9 في بعض يعني، لا احنا كل واحد فينا حاجه من التسعه. اوكي. وكل نوع من الشخصيات دي في شعور معين ممكن يسيطر عليه، وهو شايف الدنيا من نظاره الشعور ده، عشان كده بيشرب السيجاره عشان يعني يتغلب على. مثلا البرفكشنست ده الباحث عن الكمال ده هو غاضب جدا لان مش لاقي الكمال مثلا. فعملتي بقى فلما بتعرفي نفسك انت ايه، لما بتعرفي نفسك النظرة دي بتختفي، فالشعور ده بيفقد سيطرته عليكي، ما بيقدرش يسيطر عليكي تاني. فما بتضطريش تهربي منه للسيجارة، لأن هو بيبقى مجرد شعور بتشوفيه وبيعدي كده خلاص، ما بقاش هو اللي مسيطر. زوزي حافظ، بعد 3 سنين أنا سامعة أن أنت بتساعدي ناس كمان أن هم يخفوا. ساعدتي كم واحد ولا كم واحدة؟ لغاية دلوقتي بتهيألي 27-28. ده عدد رائع، عدد رائع. قدرتي تخلي 27 واحد وواحدة ان هم يبطلوا السجاير؟ الحمد لله. ابواب السماء كانت مفتوحة في الدعاء، مفتوحة دايما يا رب. يا حبيبتي متشكرة ليكي قوي. ثانك يو.